خلينا قبل ما نتطرق ل استئناف المفاوضات، الأطراف بتتكلم في إيه، نقاط التلاقي، نقاط الاختلاف أو التباين إلى آخره. خليني أبدأ الأول بالاطلاع على ما يحدث في محافظة شمال سيناء، تحديدا من العريش ينضم إلي زميل العزيز محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك يا محمود. أهلا بك يا يوسف وبكل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعة في كل مكان. الحقيقة يعني كلامك عن المفاوضات كلام مهم جدا، والدور المصري يعني ليس ببعيد عن اللي بيحصل هنا طبعا في معبر رفح ومن الجانب الآخر، والتصعيد المستمر، لأن الدور المصري لازال بيثبت قوته ومكانته، وطبعا كل الآمال معلقة على الجهود المصرية باعتبار مكانة وقوة مصر التاريخية على مدار التاريخ تجاه القضية الفلسطينية، وكمان الجهود المصرية المستمرة دائما للتوصل لاستقرار في المنطقة وكمان داخل الأراضي الفلسطينية. ويمكن الجهود دي بتتضح من خلال التصريحات اللي تم يعني الإدلاء بيها من المصادر المصرية رفيعة المستوى، بأن المفاوضات المصرية الحثيثة مستمرة للحفاظ على التفاوض وأيضا مسار التفاوض، وكمان التأكيد الوفد الأمني المصري لكل المشاركين في المفاوضات على خطورة التصعيد وعدم الالتزام بالمسار التفاوضي، وكمان التأكيد على استمرار المفاوضات دي من العاشرة صباحا في القاهرة بمشاركة طبعا وفود حماس والولايات المتحدة وقطر، وان هناك توافق ملحوظ وبعض النقاط الخلافية. كمان المفاوضات مستمرة لاحتواء التصعيد اللي موجود على الجانب الاخر من معبر رفح، وده طبعا اللي تابعناه النهاردة، معبر رفح من الجانب الفلسطيني. يمكن النهاردة لازالت برضو يعني الغارات الاسرائيلية مستمرة على الجانب الفلسطيني وتحديدا مدينة رفح الفلسطينية، ولكن النهاردة الجارات كانت متوجهة في الناحية الغربية. الناحية الغربية دي هي المناطق السكنية اللي موجودة في مدينة رفح الفلسطينية، وتم استهداف عدد من الأحياء السكنية اللي موجودة هناك، وكان آخرها منذ قليل حي تل السلطان، وكان في طبعا سقوط لبعض الجرحى والمصابين، وكمان تم تدمير مستشفى أبو يوسف النجار، ودي المستشفى الثانية يوسف اللي شغالة مع المستشفى الكويتي جنوب قطاع غزة، فبالتالي أصبحت المستشفى الكويتي هي بس اللي شغالة دلوقتي وبها عدد كبير من الجرحى والمصابين. على الجانب الآخر بقى الجهود المصرية اللي مستمرة، أن معبر رفح من الجانب المصري بوابته مفتوحة منذ صباح اليوم ولم تغلق. خلينا أكد لك النهاردة على أن كل العاملين وكل الأطقم العاملة في بوابة معبر رفح من الجانب المصري كانوا متواجدين منذ صباح اليوم، يعني ما فيش حد مش موجود، كل الناس موجودة في مكاتبها وفي مكانها، سواء بتتكلم على مكتب الجمارك، الجوازات، صالة السفر، كل الناس موجودة وعندها استعداد وتحسبا لأي ظروف أو لأي طوارئ أنه يكون في دخول لحركة الأفراد أو دخول لحركة المصابين والجرحى، وكمان دخول المساعدات. اصطفاف المساعدات مازال موجود سواء في مدينة العريش أو أمام معبر رفح البري، لكن طبعا النهارده لليوم الثاني على التوالي معبر رفح من الجانب الفلسطيني مغلق، وكمان معبر كرم ابو سالم. امبارح الرئيس الامريكي جو بايدن قال ان معبر كرم ابو سالم هيتفتح النهارده لعبور المساعدات، وده ما تمش خالص، ما فيش اي اليه يتم من خلالها مرور المساعدات الانسانيه. وخلينا اقول لك لانه التساؤل هنا المساعدات دي هتدخل ازاي لمنفذ كرم ابو سالم، وفي اشتباكات موجوده وقصف موجود في الناحيه طبعا الشرقيه، لان هو القصف والغارات اللي بيشنها الاحتلال الإسرائيلي في منطقتين في رفح، في الناحية الغربية حيث المناطق السكنية، وكمان شرق مدينة رفح الفلسطينية، وفي الشرق هنا دي قريبة من منفذ كرم أبو سالم، فبالتالي لابد من وجود آلية تضمن دخول شاحنات المساعدات من منفذ كرم أبو سالم وعدم تعرضها للاستهداف أو حتى تأثرها بالقصف اللي موجود طبعا. لكن من الاتجاه المصري كل المساعدات موجودة ومستعدة، وكمان سيارات الإسعاف موجودة، يعني احنا النهارده لاحظنا عدد كبير من سيارات الاسعاف اللي موجوده خارج معبر رفح، يعني تمهيدا للدخول لاستقبال الجرحى والمصابين. وخلينا اقول لك ان ده يمكن اشد وقت اهالي غزه محتاجين فيه طبعا ان يتم سفر الجرحى والمصابين، لان في ناس كتير على قوائم طبعا الانتظار. وكان في النهارده الحقيقه ادانات شديده جدا للي بيحصل في رفح الفلسطينيه، وكاله الاونروا النهارده جددت دعوتها للامين العام للامم المتحده
المتحدة ومطالبته بضرورة الوصول لوقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة. وبالمناسبة وكالة الأونروا نفت دخول أي شاحنات وقود، لأن كان في أخبار متداولة إنه تم غلق فتح المعبر لدخول شاحنة وقود أو بعض الشاحنات الوقود التابعة للأونروا. وكالة الأونروا نفت الكلام ده تماما، وما فيش أي شاحنات مساعدات دخلت النهاردة بسبب إغلاق منفذ كرم أبو سالم، وكمان منفذ العوجة منفذ كرم رفح من الجانب الفلسطيني. أطباء بلا حدود أيضا النهاردة حذروا من تفاقم الأوضاع داخل مدينة رفح الفلسطينية، لأن ده هيأثر يعني هيكون نتيجته كارثة إنسانية على أكثر من 1,000,000 فلسطيني موجودين في رفح الفلسطينية، وكمان هيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية بشكل أكبر عن اللي موجود دلوقتي. كمان الخارجية الروسية أكدت أن أي عملية عسكرية في رفح هتصعد من الصراع وهتخلف كارثة إنسانية كبيرة جدا، فبالتالي هناك إدانات شديدة لكل الأعمال اللي بتتم وأعمال العنف اللي بتتم طبعا في معبر رفح من الجانب المصري. وإحنا النهاردة كنا برضو سامعين القصف وسامعين الانفجارات وسامعين كل الغارات اللي بيشنها الاحتلال الإسرائيلي، سواء بالزوارق الحربية تجاه سواحل قطاع غزة أو حتى تبادل إطلاق النار، فبالتالي في صراع موجود على الجانب الآخر. عشان كده مصر مستمرة في مسألة المفاوضات والوصول لوقف إطلاق النار من خلال التشاور مع كل الوفود المتواجدة في القاهرة للوصول لوقف إطلاق النار، لأنه هيكون مهم جدا. لأن أنت كمان كنت بتتكلم يا يوسف على ما بعد الهدنة، يعني ما بعد الهدنة وبعد وقف إطلاق النار هيترتب عليه طبعا دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. يعني إحنا هنا مستعدين في مصر أن إحنا ندخل آلاف الشاحنات يوميا، ولكن هو يتبقى على الجانب الآخر من الجانب الفلسطيني من الجانب الإسرائيلي عفوا أنه هو يسمح يفتح المعابر ويسمح بدخول أكبر عدد من المساعدات وينهي مسألة الإجراءات اللي كانت بتعرقل دخول المساعدات الإنسانية فيما يتعلق بالتفتيش، فيما يتعلق بأنه كان بيرفض بعض الشاحنات اللي بترجع. لكن احنا عندنا هنا في مصر بالعكس الشاحنات بتزيد، القوافل بتيجي. وخلينا أقول لك كمان أنه في تضامن شعبي كبير جدا مع التضامن الحكومي، لأن كنا بنلاحظ بعض الشاحنات اللي بتيجي من بعض المحافظات ومعاها كمان الممثلين ليها، وكانوا مبسوطين إن الشاحنات وصلت أخيرا لمعبر رفح محمود. أنا شفت حتى الأشقاء بعض الفلسطينيين داخل قطاع غزة التلفزيونية بتظهر كمان تضامن الناس وفهمهم لمجريات الأمور وقد إيه هم واقفين خلف الدولة في كافة الخطوات اللي بتتخذها، وطبعا في مسار المفاوضات مش بس في مسار المساعدة الإنسانية، لأننا نفعل ذلك لأننا في النهاية نحن شعب واحد وده دورنا ونحن مؤمنين بقيمة الإنسان. أشكرك الأول يا محمود، كل الشكر ليك، وربنا يحفظك ويحفظ كل الناس اللي هناك. زميلي العزيز محمود جميل مراسل وموفد التلفزيون المصري العريش شمال سيناء جمهورية مصر العربية.